وسهلين ومرحبتين، بتمنى تكونوا بخير بألف خير كلياتكم. اليوم أخذتكم معي لمكان كتير حلو، مكان سياحي وبنفس الوقت تاريخي. أي شخص بيحب السياحة وبيحب البحر وبيحب ثقافة والتاريخ لازم يجي لهون، في جنوب تركيا، مدينة هاتاي، ضاحية سمندر. هون في نفق اسمه تيتوس، اجينا لإله كتير حلو مختلف. هلا رح ندخل ورح نشوف مع بعض شو الموجود فيه، ورح احكي لكم شوية على تاريخه ونشوف مع بعض شو جواته، فتفضلوا معي. نفق تيتوس انبنى قبل 2000 سنة من طرف الإمبراطور الروماني فاسبانيانوس وكملوا ابنه تيتوس، مشان هيك سموا هيدا النفق بالتيتوس. الإمبراطور الروماني عطى قرار مشان ينبني من طرف الأسراء الموجودين عنده أكثر من 10,000 أسير لبنوا هيدا المكان، وتكمل هيدا المكان بعد 37 سنة. هيدا النفق حفروا باليد، وقبل 2000 سنة يعني تصوروا ما في لا آلات ولا شيء، كل شيء محفور باليد وطريقة بدائية، عشان النفق هو أطول نفق في العالم كلياته. والنفق طوله 1380 متر، ارتفاعه 7 أمتار وعرضه 6 أمتار، يعني كل هيدا الشيء باليد. يعني تخيلوا شو الصعوبة اللي واجهوها مشان يعملوا هيدا النفق. المهم ليش عملوا هيدا النفق؟ عملوا هيدا النفق عشان في ميناء بحري جنبه، وعشان من الجبال بيجي سيول فيها أحجار بتعبي الميناء، فمشان هيك قرر الإمبراطور يعمل هيدا النفق مشان كل هيديك المي والأحجار تمرق من هون وتخلي الميناء نظيف والناس تكمل الشغل فيه. وهيدا النفق موجود في وسط الجبل، يعني بتشوفوا هون أماكن طبيعية، مناظر كتير حلوة، أشجار، خضار، جنبه في بحر، فيكم تجلسوا بالبحر والرمال، وبنفس الوقت في جو الغابة وجو الطبيعة والخضار. فهلأ رح نكمل زيارتنا لنفق تيتوس، رح نشوف هيدا الشكل الطبيعي الحلو، وبعدين رح نروح لمغارة بشكلي مغارسة بالتركي وبالعربي المد، هناك رح نشوف تاريخ تاني ورح نشوف عجائب تانية، فكملوا معي زيارة المكان. وشي انتبهت عليه ما بدي انساه، نحنا بطريقنا للمغارة شفت هيدا الكنال تبع المي، وهيدا الكنال عملوه قبل 2000 سنة، يعني لما عملوا النفق والمغارة عملوا هيدا الكنال مشان البساتين ومشان يجمعوا المي فيها ومشان يسقوا البساتين. ولهلأ يعني بهيدا العصر اللي نحنا فيه لسه البساتين موجودة، كيف ما بتسمعوا هلأ في عصافير وفي ريحة أشجار وريحة خضار، يعني الجو كتير حلو والرائحة كتير حلوة. وكمان انتبهت على نظافة المكان وأرض نظيفة ورايحة طريق للمغارة. واخيرا وصلنا بشكل مغرسي، وصلنا لها هلا كيف ما بتشوفوا كله عباره عن كهوف صغيره. فهيدي المغاره عباره عن مقبره خاصه بالرؤساء والحكام والنبلاء المدينه، يعني هيدا المكان مقدس كتير لهم،
بيدفنوهم. فكيف ما بتشوفوا بهيد الغرفة هو يعني الشيء اللي غريب ومختلف وعجيب، غرفة جوات غرفة وكل غرفة فيها قبر وجواتها كمان هيك، يعني مثل الفراعنة كيف ما بيعملوا بالقبور تبعون هون هيك شبهته أنا مثل الفراعنة. بسم الله. الجو شوي بيخوف. هون شفتوا قبور صغيرة باليمين واليسار، في قبور صغيرة وجوا كمان، وجوا أنا ببين لي هلأ بس بالكاميرا ما ببين يعني. بسم الله. هلا خلصت معاكم رحلة اليوم في منطقة سمندا. شفنا في الجزء الأول نفق تيتوس بيعتبر أطول نفق في العالم اللي محفور باليد. بعدين رحنا لمغارة بشكل مغارسة شفناها كتير حلوة مختلفة من عجائب الدنيا كمان. وآخر شيء قبل ما أسكر معاكم الفيديو بدي ورجيكم جبل أقرع جنبي هلا كيف ما بتشوفوا. هيدا الجبل بيسموه كمان جبل موسى، كتبوا عليه الكثير من الشعراء وعنده صيت كبير وتاريخ كبير. فخلصت معكم الفيديو اليوم، بتمنى تحبوه، بتمنى تشوفوا للأخير فيديو مفيد وتاريخي وثقافي وسياحي. شوفوني فيديو جديد، انتبهوا حالكم، مع السلامة، بشوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة.